تأسيس هذا الإسطبل هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ترك بصمات واضحة في جميع مشاركاته في الدولة وخارج الدولة، خاصة في المحافل العالمية. الصعود إلى المنصة هو هدفه وهدف جميع الإسطبلات. أعدوا العدة في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأسماء خطيرة. إسطبل الرعود اسم خطير ويحسب له ألف حساب في أرضية الميدان. خلينا للسباقات الكبيرة إن شاء الله. شو أسماء اللي عندكم كم اسم؟ والله اليوم بكرة بتكون عندنا أسماء معروفة. طبعا هذا الحصان تريدر الغني عن التعريف مشارك كاس العالم وكاس الشيخ محمد كاس رئيس الدولة، وهو ماشيين على نفس البرنامج اللي كان الحصان ماشي عليه في الموسمين الماضيين، ونتأمل أن بكرة الحصان يكمل المسافة حق يكون جاهز حق السباقات الكبيرة. واسماء غير بس تريدر بيكون هو يمكن أتوقع تجهيز أكثر من ما ولا باكر حاطينه في أن لا بكرة تجهيز. طبعا احنا راسمين أنه يكون جاهز حق كاس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. عندنا الحصان بطل، حصان جنوب أفريقي، حصان صار له موسمين في دولة الإمارات وإحنا نتأمل منه الكثير. عندنا حصان اسمه وودوند العام كان أول موسم له، شارك في سباقين في دولة الإمارات وصراحة كنا مرتاحين من أدائه كأول موسم، شارك في كأس رئيس الدولة وحقق مركز متقدم، بعدها اتجه لأوروبا وسبق في فونتبلو على مسافة 120، وإن شاء الله أن استعدادنا هالموسم غير عن كل موسم. داخلين بقوة هذا الموسم. والله احنا طبعا في التوستر من يومين شاركنا بمجموعة من الخيل والحمد لله كملت بنجاح، وبكرة عندنا هذه الأربعة ونتأمل خير إن شاء الله. اليوم جمعنا يمكن عبد الرحمن وحمد، وهذا الاجتماع ترى خطير. بتعرفون ليش خطير؟ بنخبركم معلوم كثيرة عنهم. عبد الرحمن نبدأ معك، مشاركاتكم مميزة لإسطبل الرعود في الدولة، في دولة الإمارات وفي مملكة البحرين، ودائما ما تكون خطيرة جدا في السباقات الكبيرة. أول شيء يا أخوي عصام، أول شيء أنا بكلمك بخصوص اسم إسطبل الرعود. هذه اسم غالي علينا كلنا، اسم لا تاريخ، هذه يعني عبارة كوراثة. هذا الإسطبل كان اسم إسطبل المغفور له والد الشيخ دعي بن سلمان في البحرين، وخذ الشيخ دعي وسمى إسطبل الرعود على الاسم القديم، استورث الاسم
والحمد لله مثل ما تفضلت المشاركات عندنا متنوعة، عندنا المشاركة في البحرين، عندنا المشاركات في أوروبا، المشاركات في دولة الإمارات، يعني ودائما نطمح بالإنجازات في السباقات المعينة، يعني ما تكون مشاركاتنا في جميع السباقات صحيح نشارك مجرد تجهيزات، لكن يكون موقعنا الأساسي في السباقات الكبيرة. نعم، عندكم أسماء خطيرة طلعت من هذا الإسطبل في سباقات القدرة. نعم صحيح، عندنا الحصان، كذا حصان عندنا شارك في البحرين وحقق نتائج. المدرب لازم يعرف خيله وين الأرضية اللي ترتاح لها وتقدر تركب عليها وتنجز عليها. نعم، دائما الخيل خيل متنوعة مثل ما تفضل سيدي الشيخ محمد، قال المدرب ولا الأسطبل ما يتم على حصان واحد، لازم تكررون عند الأسماء في من الخيل الموجودة عنده. تأسس أسطبل الرعود في دولة الإمارات من 7 سنوات تقريبا، وفي هاي 7 سنوات يعني أظهر كذا حصان بالإنجاز ماله، وبالأخص عندنا الحصان واترلي تريدر عنده كذا إنجاز، حصان يعني شال المدرب، شال اسم الإسطبل، وهو برز نفسه ذي هاي الحصان بمجهود الشيخ دعي بن سلمان ومتابعته واهتمامه في هذا الحصان. الحمد لله وصل له 3 سنوات متتالية الحصان يركض من 160 إلى 160، من كاس الشيخ محمد إلى كاس رئيس الدولة، ورد يتكرر الحصان 3 سنوات نفس السباقات هذه. وآخر إنجاز له حصان حقق المركز الثالث في بطولة العالم بقيادة معلمي وسيدي وصاحب الفضل الكبير سمو الشيخ ناصر بن حمد، بقيادة حقق المركز الأول على العرب والثالث على العالم مع هذا الحصان واترلي تريدر. أبرز خيول إسطبل الرعود هذا الجواد ستينكو، جواد جنوب أفريقيا. عبد الرحمن عرفنا على هذا الحصان ما شاء الله عليه. هذا الحصان مثل ما تكرمت وقلت هذا الحصان من جنوب أفريقيا، حصان ستينكو، الحصان العام وصل واشتغل شغل خفيف وأركض في مهرجان سيدي سمو الشيخ محمد في سباق البنات، ومن بعدها الحصان راح على أوروبا وشارك في سباق فانتا بلو. ما حالف الحظ الحصان، حصان كيديد، ومن بعدها تم الحصان مقيض في أوروبا على شغل خفيف. نعم، وصل الحصان هني وشارك في أول سباق 100 كيلو في دبي الحمد لله رب العالمين، ومن بعدها راح على التوستار في دبي وخلص التوستار. الحصان الحمد لله رب العالمين خلص الامتحان اللي عليه، والباقي توفيق من رب العالمين في سباق سيدي سمو الشيخ محمد في 160 كيلو. مشارك في 160 إن شاء الله بعون الله بيكون مشارك. والله أنت عندكم هدوء تام دائما. والله شوف 24 بتيروا. والله لحد الآن ما حد يعرف، كل سنة تختلف عن السنة اللي طافت. السنة اللي طافت هذا الحصان شو السرعة اللي تناسبه؟ هذا حصان ما تناسب السرعة العالية، حصان يعني أنجلو، حصان قلبه يعني ما بيكون يعني مثل باقي الخيول اللي بتشارك معها. نعم، بس هذا حصان إن شاء الله بيكون وايد زين مركابه. We'll be right back.
الحلم مثل ما قلت حلم صحيح حلم، لكن هذا الحلم تقدر يتحقق. الله يطول في أعمار الشيوخ، مو بمقصرين من الدعم، من مشترى الخيل، من أحفوز اللي يعطونها حق الناس، والتشجيع المستمر حق إن أنت تشجع عشان تبي تشارك في هذا الريس. نعم، كل اسطبل كل فارس يتمنى أنه يكون له بصمة كبيرة، بصمة واضحة، يكون له مشاركة إيجابية. اليوم اللي يشارك بس موجود اسمه في الانتري هذا ناموس. أكيد أكيد، هذه كاس سمو الشيخ محمد، أنت تقارنه في كاس بطولة عالم، يعني بطولة العالم يكون دائما يكون الانتري من جميع الدول مشاركة بأعداد بسيطة. أنت تتكلم عن مهرجان سمو الشيخ محمد، أول شيء يشمل ما يشمل مسافة 160 كيلو، يشمل عندك مسافة 120 كيلو في البنات والمفتوح، يعني إذا بتحسب الأنتري بشكل عام فوق 300-400 حصان بيشاركون في خلال أسبوع. يعني الناس تنتظر هذه المهرجان من سنة لسنة. أول شيء يعني كاس غالي على كل فارس وكل مدرب يملك والله يدرب جواد، لأن هذه كاس سمو الشيخ محمد الله يحفظه. وهذا على يسارنا الاسطبل اللي يعجز اللسان عنه، يعني أنا كشخص حبي حق هذه الاسطبل أمارم، يعني حب ما ينوصف، لأن أنا منية المرموم عرفت أمارم، ما عرفت الصبل ثاني، عرفت أمارم، عرفت إنجاز أمارم. يا كثر ما تعبني أمارم من كثر ما راغب وحاول أتعلم منه لحد الآن، لكن صحيح أن الصبل متعب، يتعب الإنسان اللي يتابعه، إن كان يتابعه في من ناحية أداء خيله، والله من ناحية يعني كنقوة خيله إن الصبل متعب. نعم. لكن يكفي ان هذه اللي يدير هذا الاسطبل ويتابع هذا الاسطبل الرجل اول في العالم سمو الشيخ محمد بن راشد مكتوم الله يطول في عمره. ما سلمت على اسطبل امار محمد؟ سلم عليه صبح العصر مره من اخاف اسلم. نعم. خالص يعني انت؟ اي نعم. إنسان يعني كثر ما بقدر أوصف لك عنه، يعني قليلة في حقه، تعلمت منه الكثير، تعلمت منه الصبر على مع الخيل، اهتمامه في الخيل، خوفه على الخيل، والدليل أن هذا الخيل قاعد تكرر عندنا سنة وسنتين وثلاث، خوفا على الخيل ومتابعته أول بأول. هو الحصان قاعد بشكل عام، مو بحصان ولا حصانين، المجموعة الخيل قاعد تعطينا كذا سنة. إنسان يعني جدا جدا صبور وباله طويل في التمارين وفي السباقات. نعم، حمد الكعبي نشوفه دائما معاكم ويتمرن معاكم، شو طبيعة يمكن محمد عنده مشاركات خطيرة وصعد المنصة في أكثر من مناسبات، أنتوا أكثر من أصدقاء أو ربع، هذا اللي أنا عرفته. حمد الكعبي يعني المدح في الوجه مذمة، حمد رب أخ لم تلد أمك. نعم. يعني نعم. يعني الإنسان ساعات تكون حظوظه في الدنيا جميلة، وأنا حظي يمكن ما أقدر أصف لك حظي معرفتي في أخوي حمد. حمد يعني أنا أول ما جيت دولة الإمارات وتعرفت على الأخ حمد، من ثاني يوم جيت في دولة الإمارات، وحين صار لي 7 سنوات. والله يدوم الصداقة والأخوة بيننا، وموجود معاي ما شاء الله من 7 سنوات ربيعك. نعم ما شاء الله، إن شاء الله العمر كله ما شاء الله 7 سنوات. نعم. يعني صديق الطفولة هذا. والله كنا أقول لك يمكن أزد من صديق الطفولة. لا. أنا شاركني في
يعني في جميع في كل شيء كل شيء في كل شيء شارك حتى تمارين. انا تخبر حمد يعني يمكن ما تخبرته قبل وين التمارين، الحين تخبر لي وقال اتمرن انا هني، لكن مشاركاتي اشارك مع عمار. نعم صحيح، بالعكس حمد يتمرن هني موجود، وصبح وعصر التمرين والمفاحيم حاضرها. وحمد بعطيك معلومه، يمكن حمد شارك مع اسطبلات الرعود في فرنسا، وسبق مع اسطبلات الرعود في سباق لينير مع حصان جديد، الحصان واترلي كامادور. وان شاء الله هاي الحصان بيكون ان شاء الله من نخبه الخيول اللي موجوده، هذه يصير اخو الحصان واترلي تريدر. نعم، واول انجاز له البراذر من الابو من الام لا طال من الابو اي نعم الام غير. وأول إنجاز مع هذا الحصان مع حمد الكعبي. هذا الحصان مثل أخو حصان جنوب أفريقي. نعم. حصان اسمه ودون. اي نعم العام نفسه سابق ودون. اي نعم، حصان من دفعه هذاك الحصان وصلت العام، حصان اركض العام في التو ستار. انا كنت راكب الحصان في التو ستار في ابو ظبي، والحمد لله خلص التو ستار. من بعدها راح على كاس سيدي رئيس الدوله ل 160 كيلو، وخلص لمسافه 160 كيلو برياحيه. نعم. ما طلبنا منه اي شيء، مجرد كان تأسيس. من بعدها راح على أوروبا سباق فونتبلو. نعم. وسباق الحصان في مسافة 120 كيلو، من بعدها خذ راحة في فرنسا، وبعدها رد على الشغل هنا في دبي. إن شاء الله نتمنى من العطاء يعني في كاس سيدي سمو الشيخ محمد، وهذا إن شاء الله بيكون من خيرة الخيول اللي مشاركة اسطبلات الرعود. نحن مقبلين على سباق ناري، وما أعرف، أنا ما أقدر أقول لك يمكن السرعة، أتوقع من البداية بتكون فيه هناك سرعات، وبتكون فيه هناك انطلاقات سريعة مع تمتع بخبرة المدربين، لأن أي مدرب إذا ما شفناه يمكن أطلق من المرحلة الأولى، تعرف 160 مسافة كبيرة، ولكن في هدوء في المراحل الأولى، لكن كل مدرب له نظرته وله كروته في هذا السباق. صحيح كلامك أخوي عصام، صحيح، بس أنا أقول هذه سباق 160 سباق مدرب، سباق مدربين، سباق مدربين وليس سباق خيول. كيف 160؟ أول شيء لازم تنطبق على المدرب، هو يحط نفسه محل هذه المسافة. نعم. كيف تتحمل هذه 160 كيلو؟ 160 كيلو تكتيك، أنا كيف ألعب على قدرة حصاني، مو بالحصان يلعب على قدرته بروحه. المدرب هو لازم الحصان اللي جايبه حق السباق 160 كيلو عارف إمكانية حصانه، هل حصانه يقدر إنه يسوي هذه السرعة على هذه المسافة، أو يقدر يسوي هذه المسافة على هذه السرعة. هذه كلها تروح على تكتيك مدرب، لازم المدرب عارف إمكانية حصانه، هل حصاني يحب السرعة بيخدمني في هذا القلب؟ والله أنا بخدمه في الريس، أتوقع أنه 160 لازم أنا أخدم الحصان. نعم. الإسطبل اللي ممكن تقول أنه خطير بتكتيكاته في السباق خاصة على 160، أي إسطبل عبد الرحمن؟ إسطبل الله يطول في عمرك بشكل عام، طبعاً ما نقدر نهضم حق إسطبل أمارن. إسطبل أمارن له فوزات في كاس سيد الشيخ محمد، و M7 حامل اللقب السنة الماضية، أتوقع بيكون خصم عنيف في هذا الريس. كاس غالي مثل ما قلت لك عصام، كل من يطمح له. ما أقدر أنا أقول لك أوجه لك أقول لك هذا الإسطبل، هذا الإسطبل، جميع الإسطبلات عادة حق هذا السباق.
احنا اذا نخلص كاس سيدي سمو الشيخ محمد نفكر فيه حق السنه اللي بعدها، اي حصان نقدر نوصله حق هذا الريس. اول شيء حبيت اشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ دعيد بن سلمان والمدرب عبد الرحمن سعد. تعرف انت يعني لازم انك تتمرن حق السباقات يعني بشكل كبير، وانا من مثل ما قال لك عبد الرحمن يعني من تقريبا الحين 7 سنين وانا موجود معه في الاسطبل، يعني موجود معه قلبا وقالبا. نعم اي نعم، اللي تفرقنا السباقات يمكن بس، والتمرين يعني شيء مهم وتعرف ويعني ناخذ الآراء من بعض. سبحان الله يعني تكون عندنا وجهة نظر زين أقدمها لعبد الرحمن، عبد الرحمن بعد نفس الشيء في كل شيء، في تمارين، في خيل، حتى يعني في 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 السباقات يعني أحيانا، والحمد لله يعني الشكر لهم على هالشيء. نعم مجتمعين في أكثر من موضوع أتوقع، مو بس في في الاسطبل كتدريب، صح عبد الرحمن؟ مثل ما قلت يعني حتى الصفقات التجارية مع بعض. مثل ما قلت لك يعني إحنا في كل شيء الحمد لله رب العالمين شراكة، واللي يعني الله يطول عمرك حمد لنظرة في الخيل كفارس، وساعات المدرب كثرة الخيل تخذ لنظرته في جاهزية الحصان، في صحة الحصان. حمد تقدر تأخذ رأيه في هذه الأمور، حتى الشيخ دعي دوم يعني يأخذ رأيه، من نوع الشيخ دعي حذر أكثر من اللازم في الخيل. الشيخ دعي في ميزة أنا تعلمت عليها، وأتمنى هذه المدربين كلهم تكون في هذه الميزة، يمكن خوفا على الخيل، وإذا يحس إن شك في الحصان 1% عنده الحصان يرتاح يوقف الحصان لين ياخذ راحته، يروح من الشك اللي هو 1%. انزين هذه الميزه اللي في الشيخ دعي. نعم ميزات كثيره للشيخ دعيج، ونحن نشوفه حتى في سباقات الفلات وفي اي سباقات تخص يمكن الفروسيه موجود. الشيخ دعي عنده نظرة غريبة، أنا ساعات أقول له يعني أتمنى لو تعطيني، يعني أنا ما حسده وعيني على بار، ساعات أقول له أبدي عينك لو تعطيني إياها ساعة واحدة يمكن أنا أشتري خيل إنزين أتوفق فيها عمري كله. نعم نعم، ساعات هو يشتري خيل يمكن في الصور ما يمكن ما تيوز لي والله شيء، لكن سبحان الله يوم اشوفها طبيعيه ودي يعني هذا الخيل املكها لي انا شخصيا. لها نظره لنظره، وحين مجال في مجال فلاتريس ما شاء الله اشوفه متوفق، عنده كذا حصان توه سابق في، عنده فرس توه سابقه في لندن. والله يوفقه في كل خطوة يخطيها إن شاء الله. هذا الحصان ما شاء الله عليه، هذا بعد أتوقع جنوب أفريقي صح؟ نعم هذا الحصان جنوب أفريقي، هذه مثل ما تحدثنا من ساعة، هذه حصان صغير في العمر، هذه من نفس المزرعة الحصان اللي واترلي تريدر، هذه أخوه، هذا الحصان نفس الشيء العام واصل الحصان، أنا ركبت الحصان في الونستار. نعم. ومن بعدها الحصان تم على الشغل الحمد لله رب العالمين، ما طلب منا أي شيء الشيخ دعي، مجب أنه هو حصان صغير، من بعدها راح الحصان على فرنسا. نعم. تعليمات الشيخ دعي ومع الفارس حمل كعبي، وسبق الحصان في فرنسا في المسافة 120 كيلو، ومن بعدها ارتاح في فرنسا ويا على الشغل، والحمد لله رب العالمين مثل باقي الخيول خلص الامتحانات مالينا، وإن شاء الله
هذا الحصان مجرد بس انه يقطع المسافة 160 كيلو. نعم. يكون ان شاء الله حصان حق المستقبل، بيكون ان شاء الله زين. نعم. وهذه معلومة جديدة، هذه الحصان من بعد سبق حمل كعبي عليه، الشيخ ناصر جرى اتصال مع حمل كعبي قال له بك تخبرني عن الحصان هذه، وخبر ان حصان طيب بس مجرد ان حصان صغير في العمر لحين ما عرف الريسات. نعم. والشيخ ناصر انتطى في وينزر في لندن مجرد بس مشاركة بحضوره في سباق لندن، لأن هذا سباق لندن سباق كبير إحنا بالنسبة لنا، بحضور جلالة الملك ودعمه الله يحفظه لنا، وحضور سيدي الشيخ محمد. الشيخ ناصر ركب هذا الحصان مجرد بس إنه مشاركة له، وإن شاء الله نتمنى مثل ما إحنا عطيناه اللي يستحقه هو يعطينا اللي نستحقه منه. فالكم الناموس والتوفيق، حصان بطل وحصان مميز ما شاء الله عليه. من يجرب السباق يعني قبل بشهر الشيخ دعي يتغير مليون مليون مليونين درجة. الشيخ دعي في الوسواس يعني بالذات على الخيل، يحب طبعا ان الحصان يكون بخير، ما يشتكي من اي شيء. الحصان الشيخ دعي يعني اخر يعني شهر من الريس تلاقي انسان ثاني، وايد وايد سؤال يعني على الخيل، يعني اذا احسب لك اتصالات في اليوم يمكن توصل ل يمكن 15 اتصال ل 16 اتصال بشكل يومي ما شاء الله. اي نعم، اذا ما كان هو موجود ان شاء الله بكره بيرد من السلامه، يعني شوف من بكره وجه له تحيه على برنامج الفرسان. الله يحفظه ويرده بالسلامه ان شاء الله. نعم. انا اشكر الشيخ دعيج اشاد بالبرنامج، يمكن في اكثر من مناسبه يمكن التقينا به في قريه سيح السلم، واشاد بالبرنامج ان فكره جديده وان برنامج بستايل جديد وطريقه جديده. دائما الشيخ دعي حتى عندنا في البحرين دائما يساند الناس ويحب التطور ويحب الانجازات، وصاحب الانجازات الدنيا مدرسه. صح. ايش اعتمادكم على الخيل الجنوب افريقي؟ قصة الخيول الجنوب افريقية قصة طبعا الشيخ دعي، حصان الشيخ دعي كان رايح جنوب افريقيا وبيتأهل في حق اتوقع حق كان بطولة اوروبا او كاس العالم، وينقصه كان الحصان ينقصه 160 وحدة عشان يتأهل، ويوم سافر جنوب افريقيا. نعم. طبعا هو يعني طبعا درى ان هناك في سباق 160 وروح جنوب افريقيا. نعم. مع الاخ المدرب البحريني احمد الرويعي، يوم راح هناك طبعا، وحين بتشوف السالفه تصير سالفه، حين بقول لك قصه انت بتستغرب منها. حلو. يوم راح هناك طبعا الحصان اللي كان بيتاهل عليه حصان مصاب، حصان مصاب، وفجأة لقى الدكتور تبع أتوقع تبع الريف، الدكتور البيطار ما أعرف اسمه بال الدكتور، سبحان الله الشيخ دعي يدور خيل عشان يتأهل عليها، ولو أقول لك على أي حصان تأهل عليه يعني أنت بتستغرب، تأهل أول من ركب الحصان شريف الشيخ دعي ما شاء الله. نعم، أول من ركب الحصان شريف الشيخ دعي. نعم. ومن قوة الحصان شريف طبعاً الشيخ دعي خلص 160 وتأهل، ومن بعد ركوب الحصان شريف الشيخ دعي حب خيول جنوب أفريقية. حظوظكم أربع أسماء. والله أتمنى أول شيء التوفيق حق غيري جميع المدربين، لأن يعني أنا حاس في جميع المدربين. هم يتمنوا لك التوفيق بعد. وأنا حاس في جميع المدربين شنو التعب اللي تعبوه. نعم. حق يصمون حق هذا المهرجان،
يعني تعبهم اجتهادهم في الريسات، الحصان اللي يتأمل منه خير إيش كيف يوصله حق هذا الريس. والله أخوي عصام إنه وايد الريسات صارت صعبة، صعبة وايد صارت صعبة, صعبة جدا. نعم يعني أنت تتكلم عن كل سنة يظهر لك مدرب مدربين ينجزون في هذا الموسم، الأمور قاعد تصعب على المدربين البقايا. الله يطول في أعمار الشيوخ، مو بمقصرين الدعم على جميع الفرسان وجميع المدربين في السباقات. نعم. كانت سباقات محلية والله سباقات دولية والله مشاركات محلية أو مشاركات خارجية، الله يطول في أعمارها. والله بشاركاتنا حق سمو الشيخ محمد، طبعا ما بخش عليك أن الشيخ دعي ما بيشارك حصان يعني ما يحس فيه أنه هو جاهز حق هذه المسافة. صح صحيح أن عندنا خيل بتروح تقطع المسافة وخيول إن شاء الله بيطلب منها الشيخ دعي، وأتمنى التوفيق إن شاء الله يا رب. أربع أسماء شو القريب؟ نعم عبد الرحمن شوية أنا بثقل عليك في الأسئلة. إيه تفضل. شو القريب من الأربع أسماء في نظرك من الخيل اللي مشارك؟ والله الحصان اللي مشارك أتوقع أنا حصان كومادور. كومادور اي نعم. ركزوا يا جمهورنا، كومادور والحصان ستينكو. ستينكو خطير. اي نعم حصان ستينكو خيول. ان شاء الله نتأمل من وراها خير ان شاء الله نتمنى. وشو الخيل قريب اللي قلب الشيخ دعيج من هاي الأسماء؟ الحصان اللي قريب عند الشيخ دعي طبعا الحصان اللي قلت لك انا المسمى بطل، لكن بطل غير متوج. حصان وايد يحب الشيخ دعي او لكن لحد الان الحصان ما حالف الحظ. نعم ان شاء الله نتمنى منه هذا الريس يجبر بخاطر الشيخ دعي ويعطيه اللي يتمنى. اخر حصان هذا حصان يمكن يكون هذا غالي علينا كلنا، حصان اسمه بطل. اسمه بطل. نعم. بس لحد الان بطل غير متوج. نعم. وان شاء الله يعني يكون هاي السنه تكون افضل سنه له. هذا الحصان صار له سنتين هني بعد جنوب افريقي. جنوب افريقي شارك بدايه الموسم. شارك بدايه الموسم والحصان انا ركبته في بدايه مشواره معانا. انا ركبته في سباق بوذيب في الون ستار. نعم. من بعدها شارك في تو ستار هي مركز العاشر. نعم. ومن بعدها خلص كاس سمو الشيخ محمد 160 كيلو. من بعدها راح الحصان دارك على سباق وينزر في لندن وهي المركز الرابع ورا نخبه خيول العالم. نعم. اللي هو كان الحصان رماح سبق في هذا الريس، والحصان الثالث انتصار. حصان انتصار قني عن التعريف. نعم. يكفي أن الحصان دي سابق كاس العالم مع سيدي سمو الشيخ محمد. هذا الحصان جاي رابع من وراهم. وبعدها الحصان تم يشتغل في أوروبا، اتجه على بطولات العالم في سلوفاكيا. ما حالف الحظ الحصان، اختل علينا في تغيير الجو وتغيير ساعات الخيل تختلف في الريسات. ما حالف الحظ والحمد لله رب العالمين. شارك في هذا الموسم في المسافة 100 كيلو وخلص رد أركض الحصان مسافة 120 كيلو. الشيخ دعي لزم أنه يحط الحصان على برشر يشوف الحصان شنو إمكانيته شنو قدراته. نعم. والحمد لله رب العالمين يعني عدى الاختبار ماله وعدى المفاهيم والتمارين مالينا. نعم. وإن شاء الله يكون بطل متوج في هذا السباق إن شاء الله. والله هذا الاسم اسمه بطل هذا الحصان، وأتوقع أنه بيكون بطل بمشاركاته وباسمه الخطير. أربع مشاركات عندكم إن شاء الله لحد الآن أربع مشاركات، بس أنت ريا الشيخ دعي يوصل. نافسة واضحة تقريبا يعني من بدينا الموسم نحن، والاسطبلات اللي ثابتة عمرها
هي اللي يعني مثل ما تقول هي الصفات الأقوى في الإمارات، فتوقع يعني المنافسة بتكون من بينهم، ولا تستبعد أي منافس ثاني يدخل عليهم على الخط يعني. فعلاً. كيف توثق وقتك حمد في التمرين مع اسطبل الرعود والمشاركة مع اسطبل المارن؟ والله نحن بحكم القرب نقول أنا يعني عبد الرحمن. إيه. تعرف حلو يوم تعيش الأجواء هني مثل ما تشوف يعني حولك كل يعني كل الاسطبلات تمرن، والواحد تعرف يتمرن يبقى يكون وجوده في السباق يطلع فيه يعني بأحسن صورة. أكيد لازم تستمر في التمارين. إيه نعم لازم تستمر في التمارين. فما يعني نكون أونلاين ها؟ نكون أونلاين؟ أونلاين؟ إيه. هذا قروب اسطبل المارم مثل ما نتابع. اسطبل المارم الأخضر. اسطبل الأخضر نعم. إيه نعم. نعم بقى حمد تفضل. عن اسطبل الرعود ومشاركة هذا الاسطبل المميز، نتمنى لهم التوفيق في كأس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مسافة 160 كيلومتر، ونتمنى لجميع الاسطبلات التوفيق في هذه الكأس الغالية. سلامات حسام. تعود؟ لا لا الحمد لله الحمد لله. الأمور طيبة. هاي أبوي الطيحات لازم لابد. الطيحة. نتواجد مع الفرسان في كل هواياتهم إن كانت ركوب الخيل أو كانت هوايات أخرى. حبينا أن ننسق مع الفارس راشد البلوشي والفارس محمد مطر المزروعي، ولكن ما كان عندهم وقت للركوب. قالوا نحن عندنا تمرين اليوم العصر سيكل. قلنا خلاص دامنا عندنا تمرين سيكل بني تمرين السيكل. علومك أبو سنيدة. خير الله يطول عمرك يا عصام. ما شاء الله مواظب على تمرين السيكل. والله يا عصام رياضة الخيل تحتاج رياضة فيها لياقة بدنية. إيه. إنك تحافظ على وزنك وتحافظ على لياقتك سباقات الخيل، خصوصاً إن سباقاتنا الحمد لله يعني قامت كل سنة تستوي أقوى وأقوى فتستوي أصعب. صح. فتحتاج لياقة يعني، فإحنا بدينا مثل ما تقول لين اليوم ماخذينها كهواية. إيه. لكن بدينا إن نخلي لياقتنا زينة فيها، ومثل ما تعرف إن إحنا نركب خيل فيعني قريب اسطبلاتنا في المرموم، فكان الشيء الوحيد اللي يعني قريب علينا وايد، فقلنا بنجرب ركوب الدراجات شوية. الحمد لله شفنا يعني عيبتنا الرياضة وإنك تطلع مسافات طويلة ولمة شباب. صح. وتمينا عليها الحمد لله. استمريتوا؟ استمرينا فيها. من كم سنة؟ الحين والله أنا كملت يمكن تقريبا سنة. سنة ما شاء الله. سنة وشهرين يمكن. حلو. كملت سنة وشهرين يعني، وحققت مراكز ومنصة ومركز ثاني وناموس بسنيدة. تستحق خيره الحمد لله. أول شيء الشيوخ الحمد لله مو مقصرين لا في الخيل ولا في السياكل.
السباق اللي انا جيت فيه ثاني هذا كان بعد نفس الشيء بدعم ورعايه الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه. الله يطول عمره. الحمد لله اني حققت المركز الثاني في الحمد لله. هذه اول منصه في الدراجات الهوائيه؟ لا والله السنه انا شوي الحمد لله جيت مركز اول وجيت مركز ثاني قبل في سباقات الاتحاد وجيت مركز الثالث بعد. يعني يوم نحن نشوفك غايب عن منصة الخيل نعرف انك هناك منصة الدراجات الهوائية. لا ان شاء الله اني مو غايب. ان شاء الله ان شاء الله. والحين ما شاء الله عليك مالك خيل بعد. الحمد لله. وفجت بعت شريت؟ والله توفقت الحمد لله. اول موسم في اول تسعيرة في سباق البنات في الموثبة. نعم. كانت عندي فرس اركضت ومش الحمد لله جت الثاني. ما شفنا اسطبلات اعمار من بعد كاس المدربين اللي كان في الموسم الماضي. يعدون العده لشيء معين؟ انا اعرفكم هذا الهدوء مو من فراغ عند عبد الله بن حزيم. طبعا المدرب عبد الله بن حزيم نوجه له تحيه. وكان خاطرنا يكون ويانا اليوم على السيكل. او خطير في السيكل. خطير في السيكل. يا الله واحد من اللي مشجعني في الرياضه هذه يقول لعلمك عبد الله بن حزيم. ما شاء الله. اي نعم هو اكثر المشجعين شافني بدايه فترتي اسوق السيكل. قال لي راشد انت وايد زين في السيكل استمر. وهو اللي نعتني على نوعيه السيكل حلو وشو اسوي. الحمد لله من عقب انا مشيت في الدرب. مجمع الشيخ محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية نستمر رحلتنا مع فرساننا في هذا التمرين على الدراجات الهوائية. ترك ممتاز. نمر على يمكن بعض المشاريع العملاقة لدولة الإمارات التي تعكس مدى اهتمام أصحاب السمو الشيوخ بكل ما يهم المواطن. والله عصام نحن محظوظين الحمد لله عندنا ترك مثل هذا. هذا يمكن يعتبر أطول ترك في الإمارات للدراجات. في يمكن ما يقارب 120 كيلو. 120 كيلو ما شاء الله. ممتد حتى بعد الحين يمدوني يفكرون يمدوني لين ند شبا. حلو. وترك عندك لحالك لا في سيايير ولا في شيء تقدر تتمرن في أي وقت. ولا تحجز مكان ولا شيء. لا وقريب من دبي يعني مفتوح 24 ساعة. ايوه مفتوح 24 ساعة. فهذا الشيء يساعد الناس ويساعد المواطنين. نعم. انه يتشجعون في ركوب الدراجات. وما شاء الله تشوف الحين الناس وايد يعني فئة كبيرة من المواطنين. نعم. يركبون الدراجات في الإمارات. انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الفرصة. تابعنا اسطبل الرعود وكذلك تجولنا
بالدراجات الهوائية مع الفرسان راشد البلوشي من اسطبل عمار ومحمد مطر المزروعي من اسطبل F32. وصلنا إلى الختام، تقبلوا تحياتي عصام الخامري وتحيات طاقم العمل، مع السلامة.